أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: لقد حصل بيني وبين زوجتي خلاف، وذهبت إلى بيت أهلها وطلبت الطلاق وهي حامل، ولم أطلقها، وجلست في بيت أهلها حتى وضعت الحمل، وأنا لم أنفق عليها، فهل علي شيء؟ إذا طالبت بالإنفاق فعليك النفقة، عليك النفقة، لأن هذا حق للحمل، حق لها، لأنك ما طلقتها فهي زوجتك. نعم.